بكم من جديد أعزائي، اليوم الثاني على التوالي نتابع ذلك المعرض المتميز لصالح دار المسنين والذي تقيم وتشرف عليه محافظة مبارك الكبير بكافة إمكانياتها المعنوية والمجتمعية. اليوم يسرنا أن نلتقي إحدى المشرفات على هذه السوق الخيرية، سيدة بسمة السلطان. أستاذة بسمة، أمسي عليك بخير. مساء الورد والياسمين. فكرة عن السوق نعطيها للسادة المشاهدين. هو طبعا المكان انتم عارفين هو تبع المحافظه، فكان وايد سهل ان نعمل شيء اللي رايع، نقول كبار السن او دار المسنين. فكانت الفكره نشجع في نفس الوقت شباب وبنات الكويت انه ياخذون بوثات في اسعار جدا رمزيه، حلو، وفي نفس الوقت الريع للبوث يروح لدار المسنين. حلو، يعني الهدف من هذا السوق هو الهدف اكيد تجيع الشباب الطاقات الشبابيه وفي نفس الوقت الاعمال الخيريه. نجح الهدف؟ الحمد لله. انت شنو شايفه؟ والله شايفه اقبال وايد حلو صراحه. الحمد لله يا رب العالمين. انزين، شنو الجديد بما انه هو هذا اليوم الثاني؟ شنو الجديد؟ هو الجديد عاده لما ينعمل سوق خيري يوم واحد، احنا حاولنا ان نعطيهم فرصه اكثر ونقول يعني الاهالي والخوات والاخوان اللي كانوا حابين يتمددنا لهم يوم زياده. الجديد في هالشيء هذا انه في مكان كل الكويت تحبه مفتوح، يتميز هالشيء ان شباب وبنات الكويت، يعني مع احترام لكل الجنسيات، مميز لعيال الديره نقدر نقول. يعني شنو نقدر نقول مثلا المنتجات اللي موجوده؟ منوعه جدا، من مواد غذائيه الى نقول البسه الى الى الى, إلى اخره. حلو. في مشروعات مقبله من قبل المحافظه يعني على غرار هذا المشروع؟ ان شاء الله باذن الله راح يكون معرض جدا مميز. للحين ما أقرينا يكون صالحة لمنو بالضبط، ولكن لفئة اللي تكون أكثر محتاجة إن شاء الله بإذن الله راح يكون في رمضان. راح يكون في رمضان إن شاء الله. حلو، يعني خلاص مخططين له إن شاء الله. إن شاء الله. ومتى راح تعلنون عنه؟ أكيد قبل رمضان، لأن عشان أستنى منو الفئة اللي تقدر تأخذ أو تستثمر في المكان نفسه. نعم. بس ما احنا وصلنا معاك الختام، اذا حابه تقولين كلمه اخيره. حبيبتي مشكورين، انا افتخر في عيال ديرتي صراحه، وفخوره وايد في شباب وبناتنا باللي قاعد يسوونه، وشكرا لكم لاستضافتكم في هالمكان وتجيعكم شباب وطاقات الشبابيه، واتمنى من الكل ويحضر ويشوف ويشجع ان شاء الله، لان من غير تشجيعهم ما راح يحصل هالامور. حبيبتي تسلمي، ما قصرتي، يعطيكم الف عافيه وموفقين ان شاء الله في المشاريع المقبله. هلا الغالي. اذا اعزائي متواصلين معاكم، وحول الحفل الذي اقامته كليه الطب بجامعه الكويت لتخرج دفعه جديده من حمله بكالوريوس العلوم الطبيه نتابع تقريرنا التالي.